حرب النظام السوري ببراميله المتفجرة ومسانديه على معارضيه سجال، وكأن النظام يحاول تأسيس واقع جديد في مسارات النزاع المختلفة. وتختبر المعارك الراهنة التي تشنها قوات النظام ومؤيدوه من عناصر حزب الله على الزبداني بريف دمشق الغربي القدرة على استعادة السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية القريبة من الحدود اللبنانية، من وحي المحاولات السابقة الفاشلة لاقتحام المدينة التي ظلت لنحو 4 أعوام خارج سيطرة النظام رغم حصارها من جهات عدة وقصفها بالطائرات والمدفعية الثقيلة. ذكر أن النظام دفع بما يزيد عن 2500 جندي من عناصر جيش الدفاع الوطني أو الشبيحة ومن عناصر حزب الله اللبناني الذي كثف هجماته خلال الأشهر الأخيرة على طول منطقة جبال القلمون بجانبي الحدود السورية اللبنانية. وفي ذهن الحزب مختلف الخسائر التي تكبدها في هذا المحور الذي يعد همزة وصل مهمة بين مركزه في لبنان ونظام الأسد. تخوض قوات نظام الأسد معارك في عدد من الجبهات من بينها مدينة حلب الشمالية ومحيطها، حيث وصف هجوم مقاتل المعارضة الأخير على عناصر النظام بأنه الأعنف منذ 3 سنوات، وتكتسي حلب أهمية خاصة لدى النظام، ومن شأن فقدان السيطرة عليها تكريس تقسيم سوريا فعليا لمناطق غربية يسيطر عليها النظام وباقي البلاد الواقع تحت سيطرة المعارضين بأسمائهم المختلفة. جنوبا في درعا تستمر عاصفة الجنوب التي أطلقتها المعارضة ضد النظام قبل أسبوع دون حسم المعركة لصالح أي طرف، مع ارتفاع أعداد الضحايا خاصة بين المدنيين. وفي الحسكة التي يخوض فيها النظام معركة مع مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، استعاد فيها النظام بعض أحياء المدينة، لكن المعارك مستمرة. وتتحدث مصادر تنظيم الدولة عن مساندة طائرات التحالف الدولي لقوات النظام في مسارات معارك الحسكة المختلفة. مجمل هذه التطورات على جبهة الزبداني وحلب والحسكة وغيرها تطرح الأسئلة الصعبة المتعلقة بقدرة نظام الأسد على استعادة السيطرة على المناطق التي فقدها، مع أثر ذلك على مجمل التطورات. وفي الذهن بالطبع استراتيجيات تحركات المعارضة، وهي بالضرورة مبنية على هذا الواقع.